اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار، قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة هو كما ذكرنا يتكلم على هيئات الصلاة، وقلنا وسوف نكرر كثيرا حتى لا ينسى أحد بأن الصلاة من حيث هي تشتمل على أركان وتشتمل على شروط على أبعاد وتشتمل على هيئات وأيضا تشتمل على شروط، لكن الشروط متقدمة على الصلاة وليست مما تشتمل عليها، لأن اشتمل عليها يعني جواه، لكن الشروط بتبقى بره، يبقى أركان وأبعاد وهيئات. تكلمنا على الأركان وقلنا هي 18 على طريقة أبي شجاع، والراجح أنها 13 على ما ذكره الإمام النووي في كتابه المسمى بالمنهاج. وقلنا بأن الأبعاد ما ذكره أبو شجاع بعضين، ولكن ذكرنا تحريرا وتحقيقا بأن الأبعاد تنقسم إلى 20 بعضا، وقلنا بأن الأبعاد هي ما إذا تركه طلب منه أن يسجد للسهو، ولذلك قالوا ما جبر بسجود سهو إذا ترك. وأما الهيئات فالهيئات لو تركها لا يجبر بسجود سهو، وذكر منها هنا الهيئات، ذكر 15 هيئة ولكنها أكثر من ذلك على ما في المطولات. وقراءة السورة وذكرنا منها جملا، ووقفنا عند قراءة السورة بعد الفاتحة، سواء كان ذلك يعني هذا مستحب ومسنون لكل من الإمام، فالإمام يستحب له أن يقرأ السورة، وكذلك المنفرد يستحب له أن يقرأ السورة. منفرد يعني ليس في جماعة، إمام يعني متبوع. أما بالنسبة للمأموم فإنه مطلوب منه أن يسمع الإمام حيث أمكنه ذلك. والسورة مسنونة بعد قراءة الفاتحة وبعد أن يسكت سكتة لطيفة، أي الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، بقدر ما يقرأ الإمام المأموم الفاتحة يسكت، ثم بعد ذلك يقرأ السورة. وأما المنفرد فيسكت بقدر قوله سبحان الله، ثم بعد ذلك يقرأ السورة. وعلى ذلك قالوا لو قدم قراءة السورة على الفاتحة لا تحسب السورة عن السنة، لأنها مقدمة على محلها، فمحلها بعد قراءة الفاتحة ولهذا لا تحسب. فمن أجل أن تحسب له وقرأ السورة ثم قرأ الفاتحة يأتي مرة ثانية بالسورة حتى تحسب له. وهنا فوائد نذكر منها: المراد بالسورة يعني قراءة شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة، هكذا قال الشراح. يبقى المراد من قراءة السورة من السورة بتمامها وكمالها، ولكن المراد أن يقرأ شيئا من القرآن سواء كان سورة كاملة أو كان بعض سورة. طيب، لكن اختلفوا بعد ذلك في الأفضل، هل الأفضل قراءة السورة ولا قراءة
عدد من آيات القرآن؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أن قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض من الآيات، حتى وإن كان هذا البعض أكثر من كلمات السورة. وعلى هذا فقراءة آية الدين، إذا تداينتم بدين، قراءة السورة سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال قراءة السورة أفضل من قراءة آية الدين، مع أن قراءة آية الدين أكثر في عدد الآيات، عدد الكلمات، من سورة الكوثر. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر صاحب التحفة، قال كده، قال لا، ده قراءة السورة كاملة وإن كانت قليلة الكلمات أولى من قراءة آية طويلة كلماتها أكبر وأكثر من السورة. ونظر في هذا إلى أن السورة متكاملة يرتبط بعضها ببعض وتؤدي الغرض وتؤدي المقصود، والسورة بتمامها وكمالها معجز وقد تحدي به العرب. وذهب آخرون وهو الرملي إلى أن قراءة السورة أفضل بشرط ألا تزيد عدد كلمات الآية على السورة، أما إذا زادت فقراءة آية كثيرة الكلمات أفضل من قراءة السورة. يعني قراءة آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره، أفضل عند الإمام الرملي من قراءة سورة الكوثر. وهكذا. طب مين المعتمد؟ نحن المصريون اعتمدنا، أو نحن المصريين اعتمدنا الرملي، وعلى هذا فقراءة آية الدين عندنا في الاعتماد الإفتائي أولى من قراءة سورة الكوثر. ليه؟ لأن الحرف الكلمة بعشرة أمثال، الحسنة بعشرة أمثالها، وإذا قرأت الكلمة فيكتب لك حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ما تتحصل عليه من قدر الثواب أعلى في الآية التي كلماتها أكثر من السورة من قراءة السورة في الثواب. والسورة كما قال علماؤنا بالهمز وتركه، يقول لك سورة وسؤرة، وسميت سورة تشبيها لها بسور البلد لأنها محيطة، قد أحاطت بمقاصد السورة، يعني السورة قد أحاطت بمقاصد الآيات التي تضمنتها، ولأنها شاملة فسمي سورة، يعني إيه؟ من سور البلد، لما فيها من الإحاطة. والسورة هي القطعة من القرآن، قطعة من القرآن، وإحنا عندنا سور القرآن كام؟ 114، أولها الفاتحة وآخرها الناس، وترتيب القرآن ترتيب توقيفي، يعني ما ينفعش وانت بتيجي تطبع المصحف تقول والله ما تيجي نحط الصور الصغيرة الأول وبعد كده نحط الصور الكبيرة، عشان نحفز الناس يعني على أساس ان هم يقرأوا، وده نوع من أنواع تجديد الخطاب الديني، ده مش تجديد، ده تبديد، لأنه إذا تعارض ذلك مع الثوابت لا يكون تجديدا وإنما يكون تبديدا وإضاعة لثوابت الدين. أقل السور ثلاث آيات، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. ومما ذكروا هنا أيضا في السورة أنه يندب ويستحب تطويل الأولى على الثانية، يعني يستحب أن نطيل القراءة في الركعة الأولى على القراءة في الركعة الثانية للاتباع، إلا في بعض المواطن التي
يندب فيها إطالة الثانية على الأولى. وقالوا ذلك فيما في مسألة الزحمة، سنة للإمام تطويل الثانية. زحمة يعني إيه؟ يعني الإمام واقف وفي ناس سجدة من أجل إن هي ما أدركتش، لأن العدد كبير، ولما كبر العدد الركعة الأولى قرأ الإمام والإمام سجد وسجد معه بعض الناس، وهناك من لم يستطع السجود نظرا للكثرة، فلما قام الإمام وقام معه الذين سجدوا أولا سجد الثاني. فيستحب للإمام أن يطيل في القراءة في الثانية من أجل أن يدركه الذين لم يستطيعوا أن يسجدوا معه في الأول، لكن ده على خلاف الأصل. وتكون السورة، طيب هنا سؤال برضه تكلم فيه علماؤنا، هل يستحب أن نقرأ السورة مسنونة؟ هل يجوز أن نقرأ الفاتحة مكان السورة؟ يعني أنا أقرأ الفاتحة عن الركن ثم أقرأ الفاتحة مرة ثانية عن السورة، فهل ذلك مما يحصل السنة أم لا؟ قال لا، قالوا لا، ما دام انت حافظ، يعني ما دمت حافظا لغير الفاتحة فلا يسن لك أن تقرأ الفاتحة مرة ثانية، لأن الشيء الواحد، احفظ القاعدة دي، لا يؤدى بها فرض ونفل من جهة واحدة. يعني ما دمت تحفظ غير الفاتحة ما تقرأها يا سيدي، أما الفاتحة ده يؤدى بها الركن فلا يؤدى بها في نفس الوقت السنة. لكن قالوا إن لم يحفظ غيرها، افرض مش حافظ إلا الفاتحة هي الوحيدة يعني اللي حصلالي في القرآن كله، قال خلاص عند ذلك أنت معذور، اقرأ الفاتحة، وبعد أن تقرأ الفاتحة اقرأ معاها الفاتحة مرة ثانية، الأولى عن الركن والثانية عن السنة، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه القاعدة مخصوصة بتلك الحالة. طيب أنا عايز أقرأ، كيف أقرأ؟ قالوا تقرأ على نسق القرآن، يعني تبدأ الأول بالفاتحة، خلصت الفاتحة عايز تقرأ اقرأ من البقرة، خلصت البقرة وعايز أقرأ تاني في القرآن في الصلاة اقرأ آل عمران، اقرأ على ترتيب المصحف، هذا من قبيل السنة. لكنك لو خالفت ذلك يعني لارتكبت خلاف الأولى ولما فعلت شيئا محرما. طيب صلاة الجنازة هل يسن أن نقرأ فيها السورة أم لا؟ قالوا صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فلا تسن فيها قراءة السورة، وكذلك صلاة فاقد الطهورين، يعني فقد الماء والتراب، كان حبس في سجن لا ماء فيه ولا تراب، وأجنب احتلم ليلا، ماذا يصنع؟ قالوا صلي على حالك ولكن لا تقرأ السورة، لأنك فيما عدا الفاتحة جنوب، وهذا من قبيل تفريق الأحكام. طيب هل للمأموم أن يقرأ السورة إذا كان يسمع؟ طيب أنا مش عجباني قراءة الإمام مثلا يعني، وعمال يعني صوته مش حلو، فأنا صوتي كويس ما أقرأ أنا بقى السورة واسيبه هو يقرأ، قالوا ذلك مكروه لأنه قد نهي عنه، اسمع إمامك. طب افرض إن أنا في مكان بعيد ولا أسمعه، أو أسمعه ولا أميز القراءة، يبقى اقرأ السورة. وهنا فائدة أخرى، قالوا بأنك ينبغي وأنت تقرأ الفاتحة لا تقارن الإمام في قراءته للفاتحة، تسمع فاتحة الإمام ثم بعد ذلك تقرأ فاتحتك، إلا في حالة واحدة، فيما إذا كان الإمام يقرأ مسرعا وأنت تقرأ قراءة بطيئة، ففي هذه الحالة يعني يشرع لك
بغير كراهة أن تبدأ وأن تقرأ فاتحتك مع فاتحة إمامك. مواضع قراءة السورة، طب السورة بتقرأ فين؟ مش احنا بنقول قراءة السورة سنة؟ قالوا لقراءة السورة مواضع، منها صلاة الصبح تقرأ السورة في ركعتي الصبح، ادي واحد، في صلاة الجمعة ركعتي الجمعة، اثنين، في أولتي الظهر والعصر كذلك، والمغرب والعشاء تقرأ السورة في أول تلك الركعات، وما عداها من الفروض لا تقرأ فيها السورة. يعني الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والمغرب والعشاء لا تقرأ فيها السورة. طب صلاة التطوع، قالوا يقرأ السورة في كل ركعة ما لم يتشهد، فلو قام وصلى نفلا مطلقا عدة ركعات 10 ركعات بتشهد واحد جاز. طب يقرأ السورة متى؟ قال في كل ركعة تقرأ السورة. طب هب أنه بعد ركعتين تشهد، بعد التشهد لا تقرأ لأن هي شبيهة حينئذ بالفرض. لو طيب خلص نحن من قراءة السورة وانتقلنا إلى يعني ما بعدها، اللي ما بعدها هي مشايخ اللي هو والتكبيرات عند الخفض، يعني يسن أو من هيئات الصلاة التكبيرات عند الخفض، يعني وأنت تهوي للركوع وأنت تهوي للسجود يسن لك أن تكبر، تقول الله أكبر. وكذلك عند الرفع، الرفع منين؟ الرفع من السجود مش الرفع من الركوع، لأن الرفع من الركوع هتقول في إيه؟ سمع الله لمن حمد، يبقى الرفع هنا يقصد به الرفع منين؟ من السجود، لأن الرفع من الصلب من الركوع بتقول في إيه؟ سمع الله لمن حمد. وهنا نذكر بعض الفوائد، ما احنا مش هنقرأ المتن، لو عايزين نقرأ المتن بس بالطريقة اللطيفة بس ده يعني هنضيع فوائد كثيرة، خلينا نقرأ بطريقتنا كده وإن قل العدد. قالوا أيضا ويسن أن يمد التكبير حتى ينتقل إلى الركن الذي بعده، يعني أنا الآن هنتقل من القيام إلى الركوع فهو كبر، صح كده؟ لما كبر أبدأ عند ابتداء الهوي وانتهي عند انتهاء الهوي، الله اكبر، فتنتهي الراء مع انتهاء الهوي، هرفع من السجود اقول الله اكبر في ابتداء رفعي من السجود، وعند استقامة ظهري وانا جالس في السجود ينتهي التكبير. طب هقوم من السجود للقيام أمد التكبير من أول ما أنا رافع إلى أن يستقيم بدني، الله أكبر، حتى وإن جلست لسجود السهو. ولذلك لما تقوم من الركعة الأولى للركعة الثانية يكون استمرارك في التكبير أكثر من غيره، لأنك وانت هترفع تكبر، هتقعد وانت بتسجد بتجلس للاستراحة تظل مكبرا إلى أن تستقر. فهمنا يا مشايخ؟ هذه مهمة. لماذا نفعل هذا؟
قالوا نفعل هذا من أجل ألا يخلو حركة عن ذكر، لألا يخلو حركة عن ذكر، لأن الصلاة يا أخوانا مهمة جدا. إحنا نفهم الجزئية دي، الصلاة مبنية على الذكر، لا يشرع في الصلاة صمت، الصلاة كلها حركات وأذكار يراد بها وجه الله. يبقى فهمنا، خلي بالك احنا بنقول حاجات مهمة جدا هتمشي معاك لما نشرح كتاب تاني. ويندم الإسراع أيضا هنا. طب بالنسبة بقى لتكبيرة الإحرام، قالوا تكبيرة الإحرام يندم الإسراع فيها، لماذا؟ قالوا حتى لا تعزب النية، حتى لا تذهب النية، فذهاب النية خطر. يبقى فرقوا ما بين تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام اخطفها الله أكبر، تكبيرات الانتقال مدها، لأن المد ده ذكر، حتى يكون كل فعل بدايته مع بداية الذكر ونهايته مع نهاية الذكر. عبارات واضحة، عبارات واضحة لا تحتاج إلى إيضاح. قالوا في تكبيرات التكبيرات اسمها تكبيرات الانتقال، لأن سببها هو الانتقال، والتانية اسمها تكبيرة الإحرام لأن سببها الإحرام بالصلاة. طيب بالنسبة بقى للجهر بالتكبير، قالوا يسن للإمام أن يجهر بالتكبير حتى يسمعه المأمومون، وكذلك يسن للمبلغ عن الإمام أن يجهر بالتكبير حتى يسمع. أما بالنسبة للمنفرد، المنفرد لا يجهر وإنما يسر بها. وهنا قالوا شيء مهم جدا، وهو إنه وهو يقرأ تكبيرات الانتقال ينوي بها الذكر أو يطلق، ولا ينوي بها فقط الانتقال. عندنا ثلاث حالات، هذه أشياء والله مهمة. لا تنوي بها الانتقال فقط، لأنك لو نويت بها الانتقال فقد حولتها عن أصل وضعها إلى كونها كلام، وحينئذ قد تبطل بها صلاتك. لكن لو نويت بها الذكر فقط جاز، لأن أصلها الذكر. طب نويت بها الذكر والانتقال أو الإعلام بأنك ستنتقل فيما لو كنت مأموما، قالوا في هذه الحالة لو نويت بها الذكر والإعلام أو الانتقال، يبقى حينئذ يغلب الذكر على الانتقال. طب نويت بها الإعلام، بعلم المأمومين أن أنا انتقلت، صلاتك باطلة لأنها أصبحت كلام. ما أنت نويت بها الإعلام يبقى أخرجتها عن أصل وضعها وهي الذكر، وأصبحت حينئذ من جملة كلام الناس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فأنت بقصدك حولت الله أكبر إلى دائرة الإعلام أو إلى دائرة الانتقال. الإعلام بإيه؟ لأن أنا بنتقل. وهنا قالوا بأنه يعني الخطيب الشربيني والرملي في النهاية اختلفا، الخطيب في المهنئ والرملي في النهاية، هل كل تكبيرة أنوي بيها الذكر أم يكفي في واحدة وينسحب الحكم على البقية؟ الإمام الرملي بيقول يكفي أن تنوي في أول تكبيرة للانتقال أنك تذكر الله، أو تقصد بها ذكر الله، تقصد بها ذكر الله وتقصد بها الانتقال، ثم بعد ذلك ينسحب الحكم على ما بعدها.
فلا يحتاج إلى تجديد نية. والخطيب الشربيني قال لا، يحتاج إلى تجديد نية كل مرة، وانت في كل مرة وأنت تكبر للانتقال ينبغي عليك أن تقصد بها الذكر أو تقصد بها الذكر مع الإعلام بالانتقال. طيب، المأموم والمنفرد لا يسن لهم الجهر بل يكره لهم الجهر. انت مأموم، ما الإمام هو اللي بينتقد، يقول الله أكبر ويجهر بذلك، فأنت إذا جهرت بذلك فهذا ليس منصبك وليست السنة في حقك، والمنفرد كذلك. طيب، قال بعد ذلك والرفع، يعني الرفع منين؟ يعني الرفع من السجودين يسن فيهما كذلك التكبير، وكذلك من التشهد الأول يسن به التكبير، يسن له التكبير، ونبتدئ التكبير مع أول الفعل ونختتمه مع نهاية الفعل. ثم قال بعد ذلك وقول سمع الله لمن حمده، أي أنه يسن للمصلي حين الرفع من الركوع إلى القيام أن يقول سمع الله لمن حمده. وذكر علماؤنا أنه لو قال من حمد الله سمع له، قالوا يكفي، من حمد حمد الله سمع له، قالوا يكفي، لأن المقصود قد تحقق. ما هو سمع الله لمن حمد دي معناها إيه؟ ما الله سميع، ما الذي أفدته أنت بهذه الكلمة؟ إنما المراد بها أنك أردت أن يعني تذكر أثر السماع، إذا سمعك الله فما هو الأثر؟ أنه قبل، لجماله وعظمته وجلاله أنه يقبل حمدنا. فإذا قلت سمع، سمع الله لمن حمده، أي معنى ذلك أن الله مع سماعه وإدراكه لذلك قد قبل حمدك وجازاك عليه خير الجزاء، لأنه يجازي بالحسنة أعظم منها، لأنه كريم سبحانه وتعالى. فلو قال من حمد الله سمع له صح، ولا يطلب منه مرة ثانية أن يعيد. وقول سمع الله لمن حمد، ويسن ذلك لكل من الإمام يقول هذا سمع الله لمن حمد، والمأموم يقول ذلك، والإمام والمأموم والمنفرد، إمام مأموم منفرد يسن له أن يقول عند الرفع من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، يبتدئ بهذه الكلمة أول الرفع، فإذا انتهى من الرفع انتهى من الكلمة، فيكون ابتداء سمع مع ابتداء الرفع، وختام سمع الله لمن حمده مع ختام الرفع، لأن الصلاة كل فعل له ذكر من أوله لآخره، الصلاة ما فيها السكوت، حتى السكتات التي قلنا عنها هي سكتات يقرأ فيها سبحان الله، ما تسكتش في صلاتك، لأن صلاتك مش مبنية على السكوت، مبنية على الذكر، مبنية على الفكر، مبنية على الشغل مع الله، مبنية على الحضور. ويسن للإمام أن يجهر بسمع الله لمن حمده، ويسن أن يسر بقوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. أما المبلغ عن الإمام ماذا يقول؟ هيقول ربنا ولك الحمد، مش هيقول سمع الله لمن حمده.
المبلغ يجهر بها كما يجهر الإمام، ويسر بها كما يسر الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه ناقل. ناقل عن مين؟ ناقل عن الإمام ومبلغ عنه، فأصبح حكمه حكم الإمام. وذكروا لها سبع صيغ: ربنا لك الحمد، أدي واحدة يقولها عند انتصابه أو اعتداله قائما، أو وهذه ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، هذه الأولى أفضل لأنها هي الواردة، وما بعد ذلك في معناها. ربنا لك الحمد يعني يا ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أو لربنا الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو الحمد لربنا، كلها محصلة للمعنى، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو لك الحمد ربنا يعني يا ربنا. هذه سبع صيغ ذكرها أصحابنا، لكن الأفضل منها قولك ربنا لك الحمد، لأنها الواردة عن سيدنا رسول الله وكلها في معناها. ويسن كما قال علماؤنا أن يزيد بعد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقف. إذا كان إماما لقوم محصورين، إماما لقوم محصورين راضين بالتطويل، فيسن له أن يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما قد منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم بعد ذلك يسكت. هذا يقولها المنفرد، يستحب أن يزيدها، ويقولها كذلك إمام قوم محصورين راضين بالتطويل، لأن من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، العلة هي وفيهم ذي الحاجة، عايز أصلي المغرب وأمشي عشان وراي مشوار، تقرأ لي بقى سورة الأعراف، هسيبك وأمشي. يعني الرفق بالناس، الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا زانة. يجي واحد بقى من العيال الوهابية يقول لك طب ما سيدنا النبي قرأ الأعراف. نعم، قرأ الأعراف لعلمه بأن من وراءه يرغبون في التطويل، ده سيدنا رسول الله. هو أنت هذا سيدنا رسول الله؟ هو أنت في جمال صوته وفي حلاوة وجهه؟ ده تقعد كده تسمع تستلذ منه، أما أنت لما بنسمع منك ده أنت أيها الوهابي شعاع ضلمة خارج من وشك، ضلمة، فبنقول يا رب اصرفه مش يا رب نصلي وراه. طيب، قال: والتسبيح في الركوع، وأدنى الكمال في هذا التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا. بس بيقول لك ايه أدنى الكمال؟ أن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، وأعلى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم 11 مرة. قلت 11 مرة توقف، ابدأ بقى في الدعاء، في الثناء، في المناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طب افرض أنا قلت مرة واحدة سبحان ربي العظيم وقمت. ولذلك الصلاة اللي احنا شفناها في أندونيسيا دي مش صلاة، دي عبارة عن صورة للصلاة، والأصل
يعني الصورة لا تحاكي الأصل غالبا. في هذه المجال يعني في هذه الصورة لا، هي مش محاكية الأصل خالص. ده بيقول لك قول سبحان رب سبحان ربي العظيم. فأنا ما أعتقدش إن الشخص ده وهو بيقول كده قال سبحان ربي العظيم، ده على طول حاجة يعني شفتها أنت، هذا شيء عجيب خالص. لكن لو قلت مرة واحدة سبحان ربي العظيم حصل لك أصل السنة. ولذلك قال يستحب الزيادة على الثلاث لكل من المنفرد وإمام قوم، انتبه، إمام قوم محصورين راضين بالتطويل، يقولها لغاية 11 مرة. طب افرض ان هو أما بالناس وفيهم الضعيف وذي الحاجة وليسوا قوما محصورين، انتبه لا تزد على ثلاث، لا تزد على ثلاث. قالوا يكره ترك التسبيح، يعني ما تركعش وتسجد وتترك التسبيح، وإلا كان ذلك مكروها وإعراضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال علماؤنا لو داوم على ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود سقطت شهادته، ما ينفعش يشهد. قالوا قال بعد ذلك والسجود، يعني وكذلك التسبيح في السجود سنة وهيئة من هيئات الصلاة، وأدنى الكمال فيه كما ذكرنا سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وأقصى الكمال 11 يقولها المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، ويحصل كذلك سبحان ربي الأعلى بمرة واحدة، يحصل أصل السنة يقول فيها سبحان ربي الأعلى. هنا العلماء ذكروا شيء لطيف جدا نذكره في يعني الفرق بين قولك سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، في الفرق بينهما. قالوا لما خصص الركوع بالعظيم وخصص السجود بالأعلى؟ قالوا لأن السجود، علماؤنا قالوا لأن السجود أعلى من الركوع وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فأصبح السجود عندنا أفضل من الركوع. وسبحان ربي الأعلى أفعل تفضيل، فهي أفضل من قولك العظيم، فخصص العظيم الذي يفيد التعظيم لما حاله عظيم، يعني خصص الأعلى بالأعلى، خصص سبحان ربي الأعلى بالسجود الذي هو أعلى، وخصص ما دون ذلك لما هو دون ذلك، العظيم أد أعلى يعني دون الأعلى، والركوع دون السجود، فجعل الأدنى للأدنى. هذه فائدة. قال ووضع اليدين، يعني من الهيئات وضع اليدين، يقصد من اليدين يعني يعني بطن اليدين هكذا، بطن اليدين هكذا على الفخذين بحيث تكون رؤوس الأصابع مساوية للركبة هكذا هكذا في السجود في الجلوس للتشهد الأول وكذلك للتشهد الأخير. هذه هي السنة، أنه يسن وضع الكفين أهو على طرف الفخذين بحيث تكون رؤوس الأصابع مساوية للركبة في الجلوس، يعني في الجلوس الذي يطلب للتشهد الأول
وللتشهد الثاني حتى ولو لم يقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني. وكذلك قالوا يفعل هذا في جلسة الاستراحة، يعني يضع كفيه بطن يعني كفيه على فخذيه مساويا برؤوس أصابعه لركبته. طيب ما هي كيفية الأصابع وكيفية اليدين مع هذا الوضع؟ قالها هنا في الكتاب، قال يبسط اليد اليسرى، يبسط اليسرى، يبسطها يعني هو هكذا ما يقبضهاش، القبض ضد ايه؟ ضد البسط، ما يعملهاش كده ولا كده، يبسطها هكذا بحيث تسامت رؤوس أصابعها الركبة زي ما كما قلت لكم، ويقبض هذا في اليسار هكذا، اليمين يقبض اليمين يعني الأصابع ايه ادي اهو، ده اسمه ايه؟ ده الخنصر والبنصر، ده الخنصر والبنصر، ده ايه ده؟ ده الوسطى، يبقى عندي خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام، انتوا مالكم مش حافظينه؟ ده انا غلطتكم وانتوا ماشيين معاه في اي حتة. فين الخنصر؟ اهو. فين البنصر؟ اهو. فين الوسطى؟ اهي. فين السبابة؟ اهو، او المسبحة، مسبحة لانه بيسبح، أو وانت بتقول كده بيسبح معاك. طب وده اسمه ايه؟ إبهام. الحمد لله. هيعمل ايه بقى في اليد اليمنى؟ هيقبض الخنصر والبنصر والوسطى هكذا، ويجعل الإبهام رأسه، يعني رأس الإبهام اهي تحت السبابة، لا تحت السبابة، تحت الراحة هكذا، يفعل بها هكذا كعاقد 53 اهي، يبقى حط ايه؟ حط رأس السبابة تحت الراحة قليلا هكذا، وبسط صباعه، يبقى دي كام؟ 53، هذه كعاقد 53. ولما يبسط اليسرى قالوا يضم أصابعها، من السنة أن يضم أصابعها وأن يتوجه بهذه الأصابع إلى القبلة، ما تعملش كده، لأنك لو فرقت بين أصابعها يبقى ده الإبهام ده مش هيتوجه إلى القبلة، ما القبلة هي مثلا يعني عملتها كده، ده مش للناحية دي ما توجهش للقبلة، وده مش للناحية دي ما توجهش للقبلة، وده مش طب لما انا بعملها كده كلها توجهت للقبلة. علماءنا كانوا بيفكروا يقعد كده يتأمل كده ويصور ويتفرج على ما فعله. طيب الا المسبحة من اليمنى، يعني المسبحة اليمنى ما يقبضهاش، ما عملهاش كده، وانما يشير بها يرفعها كده متشهدا، يعني رافعا لها عند التشهد، يعني هو بيملها الى ان يصل الى، يعملها كده الى ان يصل الى التشهد يرفعها، حتى رفعها يكون اشارة الى التوحيد، لسانك يقول اشهد ان لا اله الا الله، قلبك يقر، جارحتك توافق لسانك، ما هو دي علامة على ايه؟ هو واحد اشهد ان لا اله الا الله، يا سلام، ديننا جميل يا اخوانا. ويرفعها عند قوله الا الله، اول ما يوصل عند اهي، بص اهي عشان البنات اللي ما شافوش اهي، عند الا الله انصبها كده، الا الله، اذا انتهيت من الا الله اخفضها شيئا يسيرا،
ولا أحركها. عند الشافعية من السنة إن أنا ما حركهاش، يعني ما عملهاش كده. الشافعية رجحوا هذا، وإن كان في بعض الروايات، لكن الإمام الشافعي رأى أن هذه الرواية التي فيها عدم الحركة مقدمة على الرواية اللي فيها الحركة. ليه؟ لأن الرواية اللي فيها عدم الحركة موافقة لأصل الصلاة، لأن الصلاة مبنية على السكون، على الخشوع، على عدم الحركة. شوف الإمام الشافعي إمام عظيم، إمام يعني هذه الكرة الأرضية. فإن حركها، حرك الصوابع، فمكروه، وقيل حرام. طب وهل تبطل به الصلاة؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه فعل بسيط. طب افرض انه حرك بقى ايده معاها، تبطل الصلاة، لأن الصلاة تبطل بثلاث حركات. الكلام اللي انا بقوله ده موجود في الكتب، انا بحول لك اللي في الكتاب على فمي انا، واخد بالك، وصوره لك واعلمك، وانت تدعو لي في النهاية. السنة التي بعدها والافتراش. والافتراش في جميع جلساتي أو جلساتي، فيها فتح اللام وفيها سكون اللام، إلا أن الفتحة أفصح أشهر. جلسات أو جلسات، وهذه سنة من السنن أن يفترش في جميع جلساتي الصلاة، بمعنى أنه إذا جلس من السجود يفترش، إذا جلس للتشهد الأول يفترش، إذا جلس للاستراحة يفترش، إذا صلى جالسا في النافلة يفترش الأفضل، إذا صلى يعني في الفريضة جالسا لعلة يفترش إن كان قادرا لذلك. صورة الافتراش بسيطة جدا، قدمك اليسرى تفرشها على الأرض هكذا وتجلس عليها، وتنصب قدمك اليمين وترفع أصابعها هكذا عن الأرض على الأرض. هذه صورة الافتراش، وهو أن تجلس على كعب يسراك. فين كعبك؟ اللي هو أسفل العظمان الناتئان أسفل الساق، هو ده الكعب. وتجعل كعبك هكذا يلي الأرض، وتجلس على هذا الكعب الذي يعني يلي الإليتين، وتنصب يمناك، وتضع أطراف الأصابع على الأرض متوجهة إلى القبلة. طب في جلوس السهو، في جلوس السهو يجلس، لكنه إذا قام من الجلوس الثاني للسهو وقعد يفترش. والتورك في الجلسة الأخيرة، أقصد بالجلسة الأخيرة التي يسلم فيها، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله، هذه يفترش فيها، يتورك مش يفترش، يتورك. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات وجلسات الصلاة، جلسات أو جلسات الصلاة، وهي جلوس التشهد الأخير. والتورك مثل الافتراش، هاجلس أيضا، إلا أنه يخرج يسرى، أخرج يسرى، قدم اليسرى أخرجها وجعلها تحت اليمنى، ويلصق وركه بالأرض. وركه مش وركه، وركه هكذا ضبطها الشراح، وركه بفتح الواو وكسر الراء، وركه بالأرض.
الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام هي التي يسن فيها التورك. طب سجود الشكر الذي يفعل خارج الصلاة قالوا أيضا يتورك فيه، هذه فائدة جديدة أيه. سجود الشكر قال فالسنة فيها التورك بعد السجود وقبل السلام، لأنه في سجود الشكر يعني يسجد ثم بعد ذلك يجلس ثم بعد ذلك يسلم، وكذلك سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، خارج الصلاة ماذا يصنع؟ برضك يتورك لها، لأن التورك يعقب الختام. ثم قال بعد ذلك في نهاية الكلام قال والتسليمة الثانية، يعني من هيئات الصلاة ومن مستحبات الصلاة أن يسلم المصلي التسليمة الثانية عن يساره. أما التسليمة الأولى فقد ذكرنا قبل ذلك أنها ركن من الأركان، يعني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يسن وبركاته عندنا معاشر الشافعية. ولكن قالوا أيضا يعني التسليمة الثانية سنة ما لم يأتي بما ينافي الصلاة، يعني هب أنه قال السلام عليكم ثم بعد ذلك خرج منه ريح، لا يسن له أن يأتي بالثانية، ولو أتى بها على ظن أنه في صلاة حرم عليه، لأنه خرج من الصلاة خلاص أصبح غير مؤهل أن يأتي بالتسليمة الثانية، لأنه قد خرج عن يعني شرطية الصلاة وهي الطهر. هب أنه قال السلام عليكم في التسليمة الأولى وقبل أن يقول الثانية انتهى مدة مسح الخف، يوم وليلة أو ثلاثة أيام 24 ساعة بالضبط، لأنه كان لابسه الساعة 10 بالليل، جه ده يوم 10 بالليل قال السلام عليكم، وبعد أن قال هذا الساعة الجرس قال تن، يعني بدأ الساعة 10 خرج عن الوقت، فلا يأتي بالتسليمة الثانية. ويسن في التسليمة الثانية أن يلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده، بياض خده الأيسر. طيب فصل، قلنا بأن الفصل هو عبارة عن الحاجز بين الشيئين، أو هو في الاصطلاح، وفي الاصطلاح اسم لدال جملة من العلم مشتملة على يعني فروع ومسائل غالبا. فصل، فصلت بين الشيئين أي يعني جعلت بينهما حاجزا. قال والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، ده في الصلاة، أما في غير الصلاة المرأة بتخالف الرجل في حاجات كتير. المرأة تخالف الرجل ولو كانت زوجة تخالفه في مليون حاجة، لكن في الصلاة احنا بنتكلم على الصلاة بتخالفه في خمسة أشياء فقط. أولها فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. أولا الكتاب بعض النسخ ذكرت أن المخالفة وقعت في خمسة أشياء، وبعض الكتب أو النسخ لكتاب غاية الاختصار ذكرت أن الأمور التي يختلف فيها الرجل عن المرأة أربع، لأن أنا عندي إيه؟ عندي بيقول لك والمرأة تخالف الرجل في خمسة، في بعض النسخ يقول لك أربعة. لماذا؟ قالوا لأنه يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل، هذه واحدة عند من جعلها أربع، ومن جعلها خمس قال هذه أمرين، هذه أمران، يجافي مرفقيه عن جنبيه واحدة، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع ثانية. فمن قال بأنها النسخة التي قالت بأنها أربع جعلت الأولى والثانية واحدة، ومن قال بأنها خمسة جعل الأولى واحدة والثانية واحدة كما هي. يبقى المجافاة رقم واحد، والإقلال رقم اثنين، والسجود رقم ثلاثة،
والجهر رقم أربعة، وإذا نابه رقم خمسة. وعورة الرجل ما بين سرتي وركبتي، والمرأة تضم بعضها إلى بعض إلى آخر ما سنذكر. طيب، قالوا المرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. المراد بالمرأة هنا الأنثى ولو صغيرة، والمراد بالرجل الرجل ولو كان صغيرا. الرجل اللي هو المراد بمين؟ الذكر. والمرأة المراد بها من؟ الأنثى. في بعض النسخ كما ذكرنا خمسة، وفي بعض النسخ أربعة. الرباعية تجعل المجافاة والإقلال واحد، والخمسة تجعلهما أمرين. فالرجل، الفاء دي فاء إيه بقى مشايخ؟ قالوا هذه الفاء هي فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر. يعني إذا أردت أن تعرف تفصيل هذه الخمس فأقول لك الرجل كذا وكذا والمرأة كذا وكذا. قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. المرفقين أهم المرفقين، يجافيهم يعني ما يعملش كده، يرفعهم شوية عن الجنبين وهو ساجد هكذا، ما يضمهمش إلى جنبيه. وهذا حيث كان ساتر العورة. لكن افرض ان هو ما كانش معاه ثياب حتى يصلي، لم يكن معه ثياب من اجل ان يصلي، يسن له حينئذ ان الا يجافي تقليلا ليه؟ يعني عورته، ضم بعضه الى بعض. ويفعل هذا في ركوعه وسجوده وقيامه، يعني ما يعملش كده اهو هو واقف في قيامه، تعمل ليش كده اهو، جافي شويه، جافي مرفقيك اهو عن جنبيك في الركوع والسجود والقيام. ده رقم واحد. رقم اثنين: يقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. يقل بضم أوله لأنها من الرباع أقل، يقل لأنه إذا كان مضيها رباعي يبقى مضارعها مضموم الأول. يقل أي يرفع بطنه عن فخذيه، البطن إيه؟ يرفعها عن الفخذين، بحيث لو عايزين حد يمشي من بين يعني من تحته يسير. وقالوا بأن هذه الهيئة هي أنشط للعبادة وأبعد عن هيئة الكسل. الهيئة دي هيئة قوية تنشطك للعبادة وتجعلك بعيدا عن الكسل. وكذلك إذا أردت أن تسجد استطعت بهذه الهيئة أن تمكن جبهتك من الأرض، لأن تمكين الجبهة من الأرض واجب في السجود. طيب، قالوا بعد ذلك: ويجهر في موضع الجهر. يعني الرجل يجهر في موضع الجهر، وتقدم أننا تكلمنا عن موضع الجهر بما فيه فلا عودة ولا إعادة. وإذا نابه، نابه من أناب يعني حصل له، أصابه كما قالوا، شيء في صلاته، سبح يعني شيء، يعني زوجته في المطبخ وهو في المكتبة فنادت عليه: يا فلان. يقول لها ايه؟ سبحان الله، حتى يعلمها بأنه في صلاة فتسكت عنه، كأنه يقول لها أنا في صلاة. لكن ينبغي له كما ذكرنا في تكبيرات الانتقال، ينبغي له أن ينوي مع الإعلام الذكر، يقول لها سبحان الله ناويا بذلك الذكر فقط، وهو يقول أو ناويا به الذكر والإعلام أو مطلقا على خلاف فيه.
أو لو قال سبحان الله قاصدا به أنا في صلاة ولم ينوي غير ذلك بطلت صلاته، لأنه إذا قال سبحان الله قاصدا بها ذلك أخرجها عن إطار التسبيح إلى إطار التنبيه، وهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. واحد بيخبط عليه، طب يعمل ايه؟ الزوجة جاءت ليس معها مفتاح، مفتاحها ضاع كعادتها، دايما بتضيع المفتاح مفتاح الشقة هكذا، فجاءت وعمالة تضرب الجرس وهو يصلي ويريد أن يخشع، فيقول لها منبها لها سبحان الله، أو كان فاتح الباب كهذا ويعني طلب منه أحد أن يدخل فقال سبحان الله آذنا له في الدخول، يبقى ده نابه. أو إنه هو الإمام أخطأ فقال له المأموم سبحان الله حتى ينبهه على خطئه، كل ذلك جائز وكل ذلك ورد في السنة، إلا أنه ينبغي له أن لا يمحض القصد للتنبيه. ولذلك هو بيقول هو في المتن في الشرع يقول فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام أو أطلق لم تبطل صلاته، أو الإعلام فقط بطلت. يبقى احنا عندنا عدة جهات. ومما تخالف المرأة فيه الرجل ويخالف الرجل فيه المرأة، بس هما بدأوا بالرجل، يخالف الرجل المرأة في العورة، عورة الصلاة، فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته إلى ركبته كما ورد في الحديث. طب السرة نفسها والركبة نفسها؟ قالوا ليست بعورة، إلا أنه يجب سترها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فسترهما لغيرهما لا لذاتهما. طيب قال بعد ذلك والمرأة تخالف الرجل في خمس، الخمس المذكورة، ما هو تخالف دي مشايخ مفاعلة، والمفاعلة تكون من الطرفين، فإذا خالفت المرأة الرجل فقد خالف الرجل المرأة في نفس ما خالفته المرأة فيه، خالف، يبقى في مخالفة من الطرفين. إلا أن المرأة تزيد على الرجل في أنها تضم بعضها إلى بعض، يعني ما تفتحشها، ما لا ترفع يعني بطنها عن فخذيها ولا يعني مرفقيها عن جنبيها، بل عليها من السنة أن تضم، ما تقولش يعني المرأة كالرجل. نعم المرأة على العين والراس وجميلة وكويسة وهي أمي وأختي إلى آخره، لكن هذه أحكام شرعية، هذه أحكام ورد بها الشرع، وهذا لا يدل على أننا نعطي للمرأة ما ليس للرجل. لا، المرأة لها حقوق ولها التزامات وعليها واجبات، ونصف المجتمع، وممكن بقت دلوقتي حوالي 99% من المجتمع والرجل 1%، ولكن دي أحكام شرعية ملهاش دعوة بمثل هذه الأشياء. قال فتضم بعضها إلى بعض، لأن المرأة مبنية على الستر، كل ده من الشرع تدريب وتربية وتعليم للمرأة أن تتستر وألا تتكشف وأن تحافظ على نفسها وأن تحافظ على بدنها لأنه أمانة بين يديها وألا تعبس بنفسها، ده منهج يا أخوانا، هذه عبادة ولكنها تعلم منهج حياة، تعلم المرأة كيف تحافظ على نفسها، كيف تتستر، كيف ترضي ربها، كيف يعني تسير على شرع نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وتخفض صوتها إن صلت، يعني تخفض صوتها حيث صلت بحضرة الرجال الأجانب، ويقول لك حضرة الحاء مثلثة، بحضرة حضرة حضرة،
بحضرة الرجال، مش أي رجال، الرجال الأجانب. والرجال الأجانب هنا المراد بهم كل من لا يحل لها مناكحته. فإن صلت بجوار كل من لا يحل لها ولا تحل له أن يناكحها فينبغي عليها ألا ترفع صوتها، بل تخفض، تعليما لها على يعني العفة والستر وهكذا. طب إن صلت بجوار الرجال غير الأجانب، يعني من يحل له من لا تحل له من نكاحتها، يبقى دولت الايه؟ دولت الرجال المحارم. إذا صلت بجوار المحارم رفعت صوتها، إذا صلت بجوار زوجها رفعت صوتها، أما إذا صلت بجوار من يحل له مناكحتها فإنها حينئذ السنة في حقها أن تخفض صوتها وألا ترفع صوتها تأدبا. وإذا نابها شيء، يعني حصل لها شيء في الصلاة، صفقت، ما قالتش سبحان الله. لو قالت سبحان الله يجوز، غير أنها خالفت السنة، وإنما تصفق بضرب بطن على ظهر أو بضرب ظهر على بطن هكذا. أما كده لا، مكروه، لأنها تشبه اللعب. أنت بتلعبي ولا بتتعبدي؟ لا، إحنا عايزين نتعبد. يبقى حتى هو ذكر في الحش أربع صور ليها. قالوا بضرب إيه؟ بضرب بطن على ظهر، خلاص، أو بضرب أهو كده أو كده، مش كده. طيب، قالوا بضرب اليمين على ظهر اليسار، ضرب اليمين على ظهر اليسار كده، أو بضرب ظهر اليسار على بطن اليمين كده. ولذلك قالوا فلو ضربت بطنا على بطن وقصدت بذلك اللعب بطلت صلاتها. الصلاة فيها لعب يا بنتي، اهدوا بقى حتى الصلاة. قال ومما تخالف فيه المرأة الرجل أن جميع في الصلاة أن جميع بدنها، هذا إذا كانت حرة، عورة، عورة يعني إيه؟ العورة لغة ما يسيء، وشرعا ما يجب ستره. أن جميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فكلها عورة. ولذلك بيقول لك بص في الشرع، فخارج الصلاة فجميع فعورتها جميع بدنها بما فيهم الوجه والكفين. هذا على الرجع عند أصحابنا، ومقابل الرجع لا، الوجه والكفين مش عورة. وهذا ما نفتي به في هذا الزمان العكر. وأما الأمة فعورتها في الصلاة كعورة الرجل، ما بين سرتها وركبتها، ولو صلت كذلك صحت صلاتها. طيب، انتهينا اليوم من يعني درسنا، وفي المحاضرة القادمة نقرأ في مبطلات الصلاة.